السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هناخد كلمة استفهام جديدة، How often. How often بمعنى كم عدد المرات. How often كم عدد المرات، بتسأل عن عدد مرات حدوث الفعل، يعني يا ترى أنا بعمل الفعل ده كم مرة في اليوم، كم مرة في الأسبوع، كم مرة في الشهر. يبقى لو عايزين نسأل عن عدد مرات حدوث الفعل هنسأل بهاو أوفن. طيب أنا دلوقتي هعمل سؤال بهاو أوفن في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط. إزاي أعمل كويستشن سؤال في زمن بريزنت سيمبل المضارع البسيط باستخدام هاو أوفن؟ أول حاجة ببدأ بهاو أوفن، وبعد كده دو او داز، وده بيتوقف على الفاعل. لو الفاعل اللي عندي هي او شي او ات او اسم مفرد هستخدم داز، لو اي او وي او زي او يو هستخدم دو، لو اسم جمع هستخدم دو. طيب اول حاجة هاو اوفن، وبعد كده فعل مساعد دو او داز، وبعد كده فاعل، وبعد كده فعل في المصدر، وبعد كده باقي السؤال. يلا نشوف السؤال الاولاني. هاو اوفن داز شي جو تو ذا كلوب، يعني كم عدد المرات اللي هي بتذهب فيها للنادي. انا ممكن اجاوب على السؤال بهاو اوفن بطريقتين، ممكن اجاوب بظرف محدد او ظرف غير محدد. ايه هي ظروف التكرار المحدده وايه هي ظروف التكرار الغير محدده؟ ظرف التكرار المحدد او الظروف المحدده ان انا اقول once a day مره في اليوم، ان انا اقول twice a day، ان انا اقول three times a week وهكذا. طيب ايه هي الظروف الغير محددة؟ ان انا اقول always دائما، usually ده بيتوقف على نسبة حدوث الفعل. مثلا انا بعمل الفعل بنسبة كبيرة بس مش فاكرة كم مرة في اليوم، او ما اقدرش اعد كم مرة في اليوم او في الاسبوع او في الشهر، يبقى في الحالة دي هستخدم ظرف غير محدد، وده بيعتمد على النسبة المئوية. لو بعمل الفعل كتير مثلا يبقى always 100%، لو بعمل الفعل مثلا اقل شوية يبقى usually عادة وهكذا. طيب هنا انا هجاوب مرة بظرف محدد ومرة تانية بظرف غير محدد. في السؤال الاول هجاوب عليه بظرف محدد. عايزة اجاوب، انا لما اعمل اجابة كاملة اول حاجة ببدأ من الفاعل اللي موجود في السؤال علشان اكون اجابة كاملة. هبدأ من الفاعل شي، واللي بعد شي كله هنزله في الاجابة. انا كده لسه ما كتبتش اهم نقطة في الاجابة، انا كده بعمل بداية للاجابة. هقول شي، وبعد كده لو ضمير الفاعل اللي انا هبدأ بالإجابة هي او شي او ات او اسم مفرد، لازم انزل الفعل اللي في السؤال في الإجابة بإضافة اس او اي اس او اي اي اس، يعني لازم اصرف الفعل في زمن المضارع البسيط. يعني بنتعامل ان احنا بنكون في الإجابة جملة مثبتة في زمن المضارع البسيط. الفعل هجيبه من السؤال هبدأ بشي، الفعل هجيبه من السؤال جو بس هتبقى جوز، هضيف لها اي اس علشان دي إجابة يعني جملة مثبتة، وبعد كده to the club هنزلها في الإجابة زي ما هي. إزاي نعمل إجابة كاملة؟ بنبدأ بالفعل، بناخد كل اللي بعد الفعل بنزله في الإجابة. لو عندي الفعل هي أو شي أو إيت أو اسم مفرد لازم أصرف الفعل في زمن المضارع البسيط، وأكمل عند club، وبعد كده بقى هكتب ظرف محدد once a week أو once a day على حسب الشخص بيعمل الفعل ده كم مرة. هنا كده أنا جاوبت بظرف محدد، once a week معروفة مرة في الأسبوع، أنا كده جاوبت بظرف محدد. يبقى أنا لو هجاوب بظرف محدد الظرف المحدد بيأتي في نهاية الجملة. طب أنا كده عملت إجابة كاملة، ينفع نعمل إجابة مختصرة؟ ينفع، ينفع نقول once a week فقط لا غير، بس الأفضل إن احنا نتعود إزاي نعمل إجابة كاملة. يبقى هنقول she goes to the club once a week، هي تذهب الى النادي مره في الاسبوع. طب السؤال الثاني، how often do you study english، كم عدد المرات اللي انت بتذاكر فيها english. طبعا هنا استخدمنا دو علشان الفاعل يو، الاي والوي والزي واليو بياخدوا دو، يبقى how often وبعد كده فعل مساعد دو، وبعد كده فعل، وبعد كده فعل اساسي، وبعد كده باقي السؤال. طيب انا هنا هجاوب بظرف غير محدد اللي هي ظروف التكرار زي always, usually, sometimes, often وهكذا. طيب هنا هستخدم usually يعني عادة، طبعا انا بستخدم الظرف الغير محدد بناء على النسبة المئوية. عايزة اجاوب يو في السؤال لازم نحولها في الاجابة الى اي او وي،
وده بيتوقف على اللي احنا بنوجه له السؤال. لو اسم مفرد لو او لو شخص واحد يعني هنبقى هنحول يو الى اي، لكن لو انا بوجه السؤال لمجموعه من الاشخاص لان يو احنا عارفين ان يو معناها انت او انتم، انت للمفرد او انتم للجمع، انا اللي بوجه الكلام لشخص مفرد هحول يو الى اي، الشخص هيرد عليا هيقول انا، لكن لو يو لجمع يبقى هنحول يو الى وي. هنا السؤال موجه لشخص واحد هنحول يو الى اي، هقول اي وبعد كده هنجيب الظرف اللي احنا هنستخدمه في الاجابه. يوجوالي لما بجاوب بظرف غير محدد لازم ياتي بعد الفاعل، احنا عارفين ان ظروف التكرار تاتي بعد الفاعل مباشره، ظروف التكرار الغير محدده تاتي بعد الفاعل مباشره الا اذا وجد في الجمله فيرب تو بي، فظرف التكرار ياتي بعد فيرب تو بي ام واز وار. لو ما فيش فيرب تو بي يبقى ظرف التكرار هيجي بعد الفاعل مباشره، هقول اي يوجوالي، بعد كده هروح للسؤال هجيب الفعل واللي وراه كله وانزله فين في الاجابه، يبقى اي يوجوالي ستادي انجلش. طيب احنا هنا ستادي حطينا الفعل في المصدر، نزلنا الفعل ستادي في الاجابه زي ما هو، ليه هنا ما ضفناش اس ولا اي اس ولا اي اي اس؟ علشان الفعل اي، واحنا عارفين في زمن بريزنت سيمبل زمن المضارع البسيط الفعل مع الاي والوي والزي واليو والاسم الجمع بيجي في المصدر بدون اي اضافات، لكن مع الهي والشي والات بنضيف اس او اي اس او اي اي اس وده بيتوقف على نوع الفعل. يبقى اي يوجوالي study English، أنا عادة أذاكر إنجليزي. يبقى إحنا كده شرحنا how often. how often بمعنى كم عدد المرات، بتسأل عن عدد مرات حدوث الفعل. how often كم مرة أو كم عدد المرات، بتسأل عن عدد مرات حدوث الفعل. إزاي أعمل سؤال ب how often في زمن present symbol؟ ببدأ بها often وبعد كده فعل مساعد do أو does وبعد كده فاعل وبعد كده فعل أساسي في المصدر وبعد كده بقى السؤال. إزاي بجاوب؟ عندي طريقتين للإجابة، ممكن ظرف محدد أو ظرف غير محدد. لو ظرف محدد هنبدأ بالفاعل وبعد كده طبعا احنا بنعمل إجابة كاملة، بنجيب الفعل واللي وراه كله في الإجابة. لو الفعل اللي عندي هي أو she أو it هزود بس للفعل اس أو اي اس أو اي اس وهكتب الباقي كله زي ما هو، وبعد كده هكتب الظرف المحدد في نهاية الجملة، سواء بقى once a week once a day twice a day twice a week three times a day وهكذا. طيب الطريقة التانية برضو السؤال هو هو how often do you study English، ده تكوين السؤال يا حبايبي، لازم كده تبقى فاهمين ازاي بنكون سؤال، كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فعل اساسي باقي السؤال. في الاجابة هنا جاوبت بظرف غير محدد، الظرف الغير محدد بيأتي بعد الفاعل، يبقى I usually study English. اتمنى تستفيدوا من الفيديو، اكتبوا لي رايكم في كومنت، فهمتوا الفيديو ولا لا، الطريقه دي عجبكم في الشرح على السبوره ولا لا، على البورد ولا لا، لو بتفهموا في الكتب افضل من البورد اكتبوا لي في كومنت، لو عايزين شرح القواعد على البورد على طول زي كده اكتبوا لي في كومنت. اهم حاجه اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، اسم القناه الانجليزي وجماله. بالنسبه لشرح الدروس وحل اسئله الدروس هتنزل كلها على صفحه الفيسبوك، اسم الصفحة سر السعادة. القناة هنزل عليها الجرامر القواعد وهنزل عليها اي باراجراف او اي ايميل هيقابلنا، هنزل عليها حفظ الكلمات بطريقة سهلة جدا. وتابعوني على التيك توك باسم الانجليزي وجماله. اسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.